بس انا عايز اقول لكم على حاجه. المطالب كتير لان احنا متاخرين كتير، ويمكن لما بقول ان احنا بنشتغل على كامل الدوله قصدت بيها ان احنا محتاجين نعمل كتير كتير قوي، مش طريق بس ومش مدرسه بس، ده طريق ومدرسه ومزرعه وقطر وحاجات تانية كتير قوي، عشان احنا بنتكلم في ما شاء الله 105 مليون، ولو ما اشتغلناش بالهمة في كل حتة وعلى طول. وانا يمكن لما قال ان احنا اثناء كورونا كنا شغالين، ايوه اثناء كورونا كنا شغالين، طب دلوقتي احنا شغالين، ايوه شغالين، هنفضل شغالين كده. وبقول لكم التحدي الاقتصادي اللي هو انا شايفه ده، يعني الحكومة واحنا وانتم، مش احنا وانتم يعني، واحنا كلنا هنقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه، وتبقى يبقى تاريخ، يبقى تاريخ برضو زي ما قلنا الارهاب، وزي ما قلنا حاجات اخرى كتير بقت تاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى. برضو الظرف الاقتصادي الصعب ده هيبقى تاريخ ان شاء الله. اتفضل. فخامة الرئيس، عرف نفسي، انا جبريل حداد من مدينة الضبعة. اولا احمل معي تحية لسيادتك وبرقية تهنئة وتأييد لفخامتك من كل اهالي مدينة الضبعة وكل اهالي محافظة مرسى مطروح. نحن يا فندم في محافظة مطروح لمسنا على ارض الواقع معدل تنمية لم يسبق له مثيل في اي مكان الحقيقة. يعني لما نشوف مدينة العالمين الجديدة، نشوف التوسعة اللي حاصلة في الطريق الدولي ما بين اسكندرية ومطروح، ما بين من خاصة من مدينة العالمين لغاية مطروح دلوقتي حاليا، شيء طبعا نفخر به كلنا وشيء جيد جدا. يا جبريل، يا جبريل اتفضل يا فندم. الطريق ده رايح يوصل للسلوم ان شاء الله يا فندم. الطريق ده اللي راح مطروح ده ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله طبعا. انا بتكلم على التخطيط، لكن كل حاجة بمشيئة ربنا. لكن انا عايز اقول لك حتى ده مش لغاية مطروح بس، دي مراحل. مشينا الاول عملنا من اسكندريه لغايه مارينا ولا لغايه العالمين، وبعدين كملنا من العالمين لغايه الضبعه، وبعدين اشتغلنا من الضبعه لغايه مطروح، وبعد كده من مطروح هنكمل لغايه جرجوب، ومن جرجوب لغايه السلوم. احنا يا فندم عندنا في مدينه الضبعه دلوقتي انطلاقه في جميع الاتجاهات. اولا مطار العالمين اصبح يعني حاجه نفخر بها جميعا، وحاجه يتحدث بها العالم كله. وشفنا طبعا لما كنت سيادتك بتستقبل الساده الوزراء والامراء اللي بيجوا، حاجه على ارض الواقع تشرف الحقيقه. والحته اللي كانت صحراء بقت عمران جامد جدا. الحاجه الثانيه عندنا المحطه النوويه دلوقتي عملت حركه رواج في مدينه الضبعه غير عادي. يعني بسم الله ما شاء الله حركه السوق دلوقتي في الضبعه، البيع والشراء الحقيقه حاجه واقعيه احنا بنلمسها كلنا. ايضا عندنا انطلاقه في نهضه عمرانيه جامده جدا على خط الساحل. ولكن في مقترح يا فندم لو امكن، يعني تسمح لي حضرتك اقول المقترح دوت، ان طبعا بعد ما اتعملت المخططات التفصيليه للتخطيط العمراني على مدى خط الساحل كله، وطبعا معالي دوله رئيس مجلس الوزراء طبعا استاذ كبير في هذا المجال، دخلت بعض القرى والنجوع والتجمعات السكنيه في داخل المخطط التفصيلي، وتحولت مع الوقت هتتحول كلها الى منتجعات عمرانيه. طبعا احنا يا فندم لا نعترض على هذا، يعني احنا بنأيد ده ومع سيادتك ومع الدولة في هذا المجال، واحنا مستعدين بنضحي بأي حاجة.